سمكك سمكك كده. انا بتبل بقى السمك بتاع. عايز بقى اعرف حضرتك ان انت النهارده هتاكلي سمك جميل. انا عارف انت بتحبش سمك على الفطار. انا بحب السمك بس ما بحبش افطر. معلش معلش ماشي بس يعني انا 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 اي حاجه منك مقبول. بصي اقول لك على حاجه. انا حبيبي وابني وصاحبي دكتور محمد شحاته حبيبي ماشي بعت لي اكله سمك امبارح من بورسعيد. كونتينر سمك. كونتينر سمك لوحدك ما شاء الله. شايفك شايفك ايه عشان عارف عارف وزني ده. كونتينر ده اكل الله يبارك بلد له. بص هو يبعت لك لوحده كونتينر ليه؟ هو سمك بيجي لك عبايات لوحدك ليه؟ قلت ليه؟ انا ستاتي ما هو برضه بتاع السمك رجالي. قلت اعملي لي اعملي لي قميص كتان. هنعمل لك قميص كتان. عايز قميص مشجر؟ انتوا وقعتين السنه اللي فاتت وما بتعملش. لا قميص مشجر للشيف لو سمحت. مشجر؟ طيب حطينا توم باودر، بصل باودر، توم فريش، ليمون، كمون. بس انت حط ليمون كتير. انا لازم ليمون. كام ليمونه يعني؟ انا ثلاث ليمونات. اوكي. ملح، كمون، بهارات سمك اهي. وادي شويه شطه. سمك بيتاكل. شويه بابريكا. انا عايز اقول لك الاكل بتاعت امبارح وال هو ده بياض. ايوه قشر بياض. قشر بياض مخلي كده. شويه كوره. الاكله بتاعت امبارح والاكله بتاعت اول امبارح اللي كل الناس كانوا بيتكلموا فيها عن الفته بال 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 عجبتهم؟ جدا جدا جدا. شيش طاووق امبارح ده يهمني. ده اللي يهمني راي الساده. يعني كلهم بيقولوا اكلكم شكله حلو. طعمه ما نعرفش عشان هم صايمين. لا 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 ما تلاقيش ما تلاقيش كده. ها شويه. خلاص ما انت حطيت ليمون يا شربيني. انت تودي ساكت. حاط ترد عليا كمان. انا اسف انا اسفه بس احنا حاطين ليمون كتير هيمزع مننا. بعد كده يا ست الكل ممكن نحط خل لو ما عندناش ليمون. ممكن طبعا. والله يزفر السمك. لا 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 لا. طيب هنا بقى دي السمك اهو. ايوه طبعا بقى حاجه حاجه. اعمل حسابك. ها شحنا عندنا. عايز اقول لك الناس كمان مبسوطه جدا 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 من 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 حته التوزيع. طيب. ما تخليه سايح كده شويه. التتبيله دي انا جاي لك جاي لك والله العظيم جاي لك. ايه التتبيله الناشفه دي؟ معلش يا ست حاضر. ايه التتبيله الناشفه دي اللي ما لهاش ميه؟ اوعي يا حبيبتي مش ممكن. يلا يا ست. ايوه كده. خلاص زعلش. اوعي زعل. شفت بس شفت ده العيال بتاعك يفك. ايه التباعد؟ انت اللي لازم تقول لي ابعد. عامه عندي ميه بخل اهو اهو. تباعد. لا ميه بخل. احنا عندنا الكحول بتاعك. ماشي هات حبه كده. اتفضل يا قمر. هات يا باشا. حط أوه. حط يلا اعمل بقى ايه اللبراي بتاعي. الايه اللبراي؟ ايه اللبراي ده اللي هو ادي اللبن. انت كل سنه تقول لي الكلمه دي وكل سنه اسالك نفس برضه. حبه توم باودر اهم برضه. انا مش عارفه اركز. شويه بصل باودر. وادي شويه ملح صغيرين. طيب شويه كمون. ماشي قبل ما تعمل لبراي ده احنا عندنا سؤال على السوشيال ميديا. حضروا السؤال يا شباب. ادي البيض عشان سؤالنا قدر لابد منه. هتحط بيض مش هيزفره؟ لا وبعدين بقى انا بسال سؤال. دي انا معلومه ليا. هو اذا كان هو السمك زفر اصلا. ايوه ما هو هيبقى اكسر. امال انا حاطط توم باودر وبصل باودر وليمون وكمون وزيت الكل كل ده شيء زفاره. البيض انسي 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 ان الزفر لان انا مديله كل التوابل الجميله دي. طيب خد بقى اهو وضبت لك انا البتاع دي. انا من غيرك كنت عملت ايه؟ ولا حاجه. ولا كنت عرفت طلعت اصلا بالبرنامج. استنى انا عندي. انا هغير بقى جوانتي بتاعي. اشيل بقى كل ده بس قبل ما اغير الجوانتي بتاعي وانا بتكلم عايز اقول لكم على سؤالنا النهارده. قعدنا نفكر 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 نعمل ايه السؤال فاكتشفنا ان احنا عندنا حاجه مهمه جدا كلنا بنسال بعض بيها. يا ترى هطلع من رمضان ومن الحظر كام كيلو طخنانهم؟ لان احنا اكيد هنبقى طخنانينهم لان مفيش حد في مصر هيطلع خاسس. برهان انا عايزه اراهن اي حد بيتفرج عليا لو طلعتوا من الحظر او بعد رمضان خاسين يبقى بهديه مني. انا الوحيد اللي دايما كنت في رمضان هيبقى عبايه من العبايات دي. يعني انا دايما الرجاله هيشوف الشربيني عادي. دايما في رمضان بطلع خاسس. انت هتطلع خاسس من رمضان؟ هطلع ازاي بقى؟ انت بقى ده احنا طول النهار قاعدين. كل سنه كل سنه بطلع خاسس من رمضان. السنه دي بالذات. ها ربنا يعديها على خير. ربنا يعديها على خير. احنا بناكل اكل الفيل.
ما حدش فينا ما بياكلش اكل فيه. انا اولكم على فكره يعني انا يا شيخ ده اقصى مجهود الواحد بيبذله بالتاوب. اه والله العظيم احنا ما بنعملش حاجه في حياتنا يعني اقصى مجهود بيبذله بالتاوب غير ان احنا بنقعد نفطر وبعدين نتفرج على المسلسلات نحلي وبعدين نجوع شويه معدتنا تلعب كده شويه فنرجع تاني نخش ناكل وبعدين نتفرج على المسلسلات. ولان السنه دي المسلسلات كمان اكثر من رائعه حقيقي في كل حته، المسلسلات مستواها عالي جدا، فبالتالي القعده قعده بجد. فيا ترى يا هل ترى سؤالنا النهارده هتعملوا ايه؟ اولا تتوقع زيادتك كم كيلو؟ ولو عندك حلول ايجابيه سريعه المفعول تقولها، لكن بقى اللي هو نحاول ناكل بالليل متاخر وان 12 ساعه وكلام ما بقاش فيه فايده، قولوا لي حلول. كده بنتبل. هو انت دلوقتي فعلا ما بتعملش حاجه خالص في البيت بعد ما بتروح من هنا؟ نعم ما بتعملش حاجه خالص في البيت صح؟ انا بتوب بس يعني ممكن اقوم اشطب المطبخ بس مراتي حلفت عليا. طب بلاش بقى كلام التشطيب تشطيب المطبخ، انت بتتريق عليا. امبارح قعدت عملت بلح بلح بالتمر. بلح بالتمر؟ اه عشان بحب افطر بلح بالتمر كده، عملت اكياس حطيتها في الفريزر. ايه يعني عملت ايه بلح بالتمر؟ ازاي يعني؟ قصدي لبن بالتمر. طب انت ناسي ان احنا شركة في رمضان ده طول الوقت؟ يعني احنا اتنين شركة في رمضان 30 يوم يعني. اللي تعمله تجيبه، اللي يجيلك تجيبه، عايز اللي البسه اديه لمراتك انا ما عنديش مشكلة، مش هيقول حاجة، لكن اعمل لك قميص. ليلى اعملي له قميص مشجر لو سمحت. مش مصدقك طيب. فين بقى وبعدين عملت ايه احكي لي؟ بس بعد كده عملت اللبن وحطيته في الفريزر وقعدت اعلق زينه رمضان في البلكونه كده. ايوه بتاكل ايه؟ ما تقوليش ان انت عايش في دور انك بتنقنق. لا والله لا اكيد لا والله يعني. ايه امال ايه ده؟ لا والله ايه ما كانش موجود السنه اللي فاتت، ده من السنه للسنه. اه ده ما انا بقول لك السنه ده ربنا يستر. لا والله لا هو مش بنقنق يعني، انا بغب. اه كده احنا عدلنا الكلام. بغب. انت حطيت دقيق بس وبعدين احنا قلنا هنا اللبن والبيض وبعدين حبه بقسماط وبعدين على الايه القلايه عادل. انا اعمل لك الجزئيه دي وانت ايه تعمل جزئيه. انت استوي بالك كده. عشان ايه احكي لي بقى انت اول ديمو لينا. اول ايه ديمو يعني اول اكزامبل. اكزامبل اول اكزامبل لينا. مثال مثال يا شربيني. مثال يا اخويا. ماشي. بتاكل ايه بقى يا حبيبي؟ باكل اللي بتحط لي. لا ما هو اللي بتحط لك. اي حاجه بتحط لي باكل. انا سالت نفس السؤال، كل اصدقائي بيسالوا نفس السؤال اللي انا سالته، البيض ما بيزفرش السمك؟ لا لا. اهو الرد بتاعه. لا لا. قول. لا قول لهم لا. ايوه لا. قول لهم لا. لا لا لا. لا لا لا. طيب التتبيله دي عباره عن ايه؟ عباره عن لبن. ايوه. وبيض. ايوه. ومعلقه توم باودر. ايوه. وملح وفلفل وبصل باودر وبصل وبصل باودر. اي توابل فايده عجن من التتبيله حطيه عليه. اه ما هو ده هو بيقول وبيؤكد ان البيض مش هيعمل زفر. لا طبعا لا طبعا لا لا. بيك بص احمر زي ما انت عايز. زي ما انت عايز احمر زي ما انت عايز. هات هات انا احمر. انت ليه رافعها من على النار؟ اه عشان سخنه. اوكي انا عايز اسالك سؤال بقى. اتفضلي. انت هتقدمه مع الزبيب ايه؟ هترش عليه زبيب في الاخر؟ لا طبعا. امال هتعمل ايه؟ والتوم؟ هنعمل له رز بالزبيب. اه يبقى وهو يبقى وقعدتك دائما انك انت بتحب ايه؟ الافتكاسات اللي انت بتقول عليها. ما دي افتكاس. اللي انا متاكده اللي انا بعمله ده افتكاس. افتكاس يا شربيني. اه لا هو واضح انه زيت غزير. بلاش الاسئله يا مروه الحركات بتاعتك. ايه بقولك ايه؟ نعم. شربيني ده السمك بقى ليه في زيت كتير. لازم. السنه اللي فاتت انت قلت ان الاسكالوب بقى ليه في زيت قليل. هنا بتختلف بقى. ليه بقى؟ الاسكالوب اللحمه بتعزل. لو انا عملت له في سمك في زيت بيعمل زبزبه كده بيخلي البريدت او العيش يبعد منه، لكن السمك واخد اللبراي واخد التتبيله دي كلها السمك بيشيل منك في الدقيق. بيلزق يعني الدقيق بيلزق فيه. بيلزق فيه اكتر فعشان كده ما بينطرش منه. شوف دلوقتي حضرتك هتطلعي السمكيه دي. انا اجيب لك بس عايزه طبق عايزه طبق نطلع فيه. بص حضرتك عامل ازاي. حلو. نطلعه هنا
عايز اديه ده في حاجه؟ هيا يا شيف عايز اديه في حاجه؟ اه خليه خليه لسه. اه لا خلاص شلت شو مرسي مرسي بيك. طيب اهو ماشي. اه مش عارف. طب وانت انت دلوقتي ده من الكونتينر ده ما يعملش الاسكلوب اللي يعمل لان الاسكلوب بيجيب ميه. ماشي انا هسالك سؤال تاني. السمك ده من الكونتينر اللي جالك امبارح؟ اه. طب الكونتينر ده فيه ايه تاني غير السمك ده؟ لا مش هقول لك طبعا. لما بيبقى على الهوا. لما تجيبوا لك هنا معلش. طب حطه فين؟ عشان على فكره الكونتينر ده محتاج تلاجات كتير. معلش انا اشيل عندي التلاجه. معلش حط عند الجيران. انا عندي شلت عند الجيران. انا عندي على فكره تلاجه على فكره والله. احمد ربنا غيرك ما عندك. لا لا اشرفك يعني. لا والله وانا كمان. هات لي جمبري. هات لي من الحاجات دي. انت بتاكلي السمك في رمضان اجيب لك ليه بقى؟ انا اكله بقى انا حره بقى انا هاكله بقى. وجع البطن وانا كبت طبيخ. بالظبط كده. ماشي. بالظبط كده. اشيل يا شربين؟ لا خليها سنه شويه تاني عشان نبقى كله واحد. يبقى كده احنا عرفنا السمك حضرتك ليه ما بيطلعش البصمات بتاعه. اه عرفنا. طيب خلوني بقى اروح شويه اقرا اصدقائي على الصفحه بتاعتنا بيقولوا ايه وبيقولوا لنا ايه ونفتح نفتح نفتح صفحه الشيف ومفيد. مره تانيه كل اصدقائنا اللي بيسالونا عن الشيف ومفيد ما بيتفرجوش عليه ليه؟ على الصفحه هو موجود اكسكلوسيف على واتش ات. فاللي عايز يتفرج علينا يتفرج على الحلقه كامله او اللي فاتته الحلقه كامله ينزل ابلكيشن واتش ات ويقدر يتفرج على الشيف ومفيد. ومش بس الشيف ومفيد كل المسلسلات بدون قطع بدون اعلانات. حاجه جامده جدا. احنا فين احنا فين؟ اه نضاره برضه. بس هدخل بقى النضاره دي ازاي؟ ما اه دخلت. يلا شربينيز. نعم نيجي بقى. اه انت ايه بتحمر؟ قولي لي. لا مستنيه النت. اوه جهاد انا مش بتخن انا بخس وزني 50 وطولي 160 مش بتخن والله خالص ويا ريت تدعي لي مفيده بفطر وبعد ما بعد وبتسحر بس مفيش اي نص ولا نص تنتوفه اي تنتوفه تخنه في اي حته في البتاع. يعني انت بتفطري وبتتسحري وبتنقنقي في النص وما بتتخنيش؟ الله اكبر. تمام انا مش هدعي لك انك تتخني لا خليكي زي ما انت كده. سيمو عبد ال عبد ال ايه؟ عبد الهاي عبد اللهي. ميرسي يا سيمو كل سنه وانت طيب ويسلم على الشيف شربيني وبيقول لي ان السال بتاعي السنه دي تحفه ميرسي. انا بقى يعني بفنن كل يوم بشوف انا عامل اقسم بالله ما اعرف انا هلبس ايه. يعني انا بروح البيت وبرجع ولا اقول لكم مجهزه هو اللي بيطلع كده. طبعا مع الديزاينرز المصريين الجمال اللي موجودين عندي فدي الفكره دي اللي جت في دماغي وطرقعت ان ليه لا اليومين دول السوق واقف والحظر عامل مشكله كبيره جدا. فتعالوا بعض نساعد بعض كلنا. المشاريع الصغيره دي محتاجين ان احنا ندعمها باي شكل من الاشكال. يلا طيب انت حمرت السمك؟ انا بنضف بس مكاني كده عشان نضف بقى مكانك.